السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو رقم 5 من فيديوهات مراجعة الميد ترم لجزء رسم الأيزومتري. في الفيديو ده هناخد في التمرين ده، وهيبقى آخر فيديو من مراجعة الميد ترم على جزء رسم الأيزومتري. لو في بعد كده فيديوهات على رسم الأيزومتري هتكون الفيديوهات اللي انتوا اللي هتقف معاكم إن شاء الله، نزل لكم ليها فيديو سواء بقى في استنتاج المساقط او في سواء مراجعه سواء رسم الايزومتريك او الشباتر اللي بعد كده ان شاء الله هيبقى لها فيديوهات، بحيث هي تكون تمارين باذن الله. في الفيديو ده نرسم التمرين ده، رسم الايزومتريك ده. نفس الكلام، هنبدا بالنقطه دي، نقطه البدايه. نيجي ناخد كده بخط سنتر لاين او خط خفيف، الخط اللي تحت ده اللي هو طوله 90، تركز هنا كده وتيجي اخد بالمثلث 30 60 وترسم خط طوله 90 اللي هو الخط اللي تحت ده. بعد كده تاخد الناحية التانية، خلي بقى نرسم بالخط العادي، نمشي من هنا كده، نمشي مسافة اللي هي 50 دي مايلة بزاوية 30 الناحية التانية، طول 50 بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هنطلع من هنا كده، او ممكن نرسم الاول اللي عايزين نرسم الإليبس بتاعنا كده اللي هو في منتصف الخط ده، اللي هو هيبقى عند 45، والإليبس النص قطر بتاعه هيبقى 20. هاجي كده من التسعين دي هقسمها، هاجي عند 45 هتبقى في النص هنا كده، اخد سنتر لاين رأسي خليه بالشكل ده كده، ومده لتحت كمان بالشكل ده كده رأسي، يبقى زي ده كده، ويبقى انا هرسم عليه ده كده. جبت نرسم بالخط سنتر لاين كده، يبقى انا جبت الايه السنتر بتاع المعين اللي انا هعمل عليه النص الالبس ده. الالبس هنا او المعين هنا يبقى طول ضلعه كام؟ 20. اجي من هنا كده من التقاطع ده كده، اقوم ماشي كده 20، بعد كده اقوم طالع رأسي 20، تمام. بعد كده اقوم راجع كده 40، بعد كده انزل 20، او انزل سوري انزل 40 تحت عشان اكمل المعين، بعد كده امشي كده 40 واجي لحد هنا كده 20، تمام. كده رسمت المعين، اقوم عامل 7 في 8، اجي عند الزاوية المنفرجة الاولى دي واقوم موصلها بالتقاطع ده، واجي عند الزاوية المنفرجة واقوم موصلها بالتقاطع التاني ده كده. يبقى انا كده عملت 7 للزاوية المنفرجة الاولى، واعمل 8 كده للزاوية المنفرجة التانية. يبقى كده عملت 7 في 8 كده، جبت الاربع نقط بتاعتي، النقطة الاولى المنفرجة الاولى والنقطة المنفرجة التانية والتقاطع الاول والتقاطع التاني. كده اقدر ارسم الليبس بتاعي. انا عايز ارسم نص الليبس، يبقى هرسم النص اللي فوق ده هنا كده والنص اللي هنا ده، يبقى مش لازم ان انا ارسم الاربعة. اقوم جايب البرجل، اركز هنا كده واقوم فاتح لحد هنا كده، واقوم عامل اول قوس بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هو اقوم راكز هنا كده واقوم فاتح لحد هنا كده، واقوم عامل القوس التاني ده كده. يبقى انا كده عملت النص اللي فوق، خلاص ما تعملش النص اللي تحت، تمام. بعد كده اقوم جاي بالمسطرة والقلم موصل النقطة دي بالنقطة دي، واقوم جاي من هنا كده لحد الاخر لحد هنا كده، تمام. بعد كده عايز ارسم الخط ده، الخط ده كده، الخط ده مايل بزاوية 30، اجي من هنا كده مايل بزاوية 30 لحد هنا كده، تمام. بعد كده عايز اطلع الطلعة دي، الحتة دي والحتة دي والجزء ده كده، التلات اجزاء قد بعض ب10 رأسي، اقوم واقف هنا كده وطالع رأسي لفوق 10، وهنا كده اقوم طالع 10، ومن هنا كده اقوم طالع 10، تمام. اقوم جاي من هنا كده اقفل دي دي اللي هو الخط ده كده. بعد كده عايز اطلع الخط المايل ده والخط المايل ده بنفس التمرين اللي كنا رسمناه في الفيديو رقم 3، كان بنفس الكلام كده. هو كان في معانا خطوط هنا مايله، فمش قلنا مش هنعرف نرسم الخط المايل ده لانه ملوش زاويه، وما انا برسمش خطوط بزاويه مايله بزاويه في الايزومتريك. يبقى انا عشان ارسمه لازم اجيب النقطه دي والنقطه دي. طيب النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي والنقطة دي أجيبهم إزاي؟ دي بيقول لي لازم ترسم الخط اللي هو ماي اللي هو طوله 60 من أول هنا لحد هنا، وعلى ارتفاع 40 من النقطة دي كده. يبقى أنا هاجي بالسنتر لاين كده،
من النقطة دي كده، من السنتر ده كده، قوم طالع لفوق مسافة 40 بالشكل ده كده، وأقوم آخد خط مايل بزاوية 30 الناحية اليمين وأرجع بيه الناحية الشمال. تمام كده؟ يبقى أنا كده جبت الإيه؟ جبت إحداثي الخط اللي هيترسم فوق الخط ده، اللي هو الخط ده والخط ده. طيب طول الخط ده قد إيه؟ 60. أقوم جاي كده بقى أرسم بالخط بتاعي، ممكن أجي من هنا كده بنفس الخط، أقوم جاي من هنا كده، آخد 30 لليمين، 30 اليميني، يبقى ده إيه؟ آخره أهو، خليه ده بلون تاني أهو باللون ده كده. تمام؟ وآخد 30 الناحية التانية كده أهو 30. تمام؟ اللي هو الخط ده، لحظة سواء أنا رسمته أهو، أنا رسمته بس هو لا ثواني، بس خلي باللون ده كده، أخد من هنا كده 30 أهو 30 اللي هو الخط ده والخط ده. النهاية دي، النهاية بتاعته هقوم موصلها بدي، والنهاية من هنا أقوم موصلها بدي، بس بقى الخط بقى أظبط الخط بتاعي، أقوم جاي من هنا كده من النهاية بتاعته دي، فين النهاية؟ أهي، أقوم موصلها بده كده، بس خليه الخط الأسود أهو الخط أهو، النهاية بتاعته دي كده أهو، أجي من النهاية دي كده أقوم موصل بدي، ومن النهاية دي كده أقوم موصل بدي كده. تمام؟ بعد كده ممكن أمسح ده خلاص مش عايزه. تمام؟ عايز أرسم الجزء الصغير ده والجزء الصغير ده عشان أطلع منه. الجزء الصغير ده وده قد إيه؟ أنا معايا ده كله 60، ومن هنا لهنا 50، يبقى الباقي 10، يبقى الجزء ده 5 والجزء ده 5. أجي من هنا كده أقوم آخد كده بزاوية 30 بطول 5. تمام؟ وأجي من الناحية التانية دي كمان آخد 5. تمام؟ الخمسة دي والخمسة دي. بعد كده أقوم طالع رأسي لفوق، رأسي هنا يبقى كام؟ بص كده أنا معايا الجسم كله ارتفاعه 70، دي 40، يبقى دي كام؟ 30. أقوم جاي من هنا كده طالع من هنا كده 30، أقوم طالع من هنا كده 30. تمام؟ بعد كده أقوم موصلهم ببعض من دي لدي. تمام؟ السنتر بتاعي اللي هي مسافة 25 أرسم عليها نص معين زي اللي رسمته تحت كده، نص إيه؟ نص إليبس. في أجي من هنا من السنتر، تعال نجيب سنتر لاين، بخطوط السنتر لاين، أجي من هنا من النص أقوم طالع لفوق ونازل لتحت كده، يبقى أنا جبت إيه؟ السنتر. أنت ده طوله كام؟ طوله 50 اللي هو طول الجزء ده. جيت أخدت ال 25 وعملت إيه؟ خط رأسي سنتر لاين. هتيجي تاخد بقى هو هنا الإليبس بتاعي 15، أقوم آخد من هنا كده آخد 15 لليمين أهو، بعد كده أقوم طالع 15 فوق، عايز أرسم إيه المعايير 15 لفوق، بعد كده أنزل 30 كده، وبعد كده أنزل 30، بعد كده أمشي 30، وأقوم أقفل الجسم بتاعي كده، أقوم أقفل المعايير بتاعي. بعد كده نيجي بقى إيه السبعة في تمانية من الزاويتين المنفرجتين، الزاوية المنفرجة والزاوية المنفرجة، أقوم جاي من هنا كده أقوم موصل دي بدي ودي بدي، وكده أنا عملت إيه؟ السبعة أهي. بعد كده التمانية من هنا، المفرجة دي للمفرجة للتقاطع ده، والمفرجة دي للتقاطع ده. أنا عايز أرسم القوس اللي هنا ده، أقوم فاتح البرجر، تعال نرسم العدلة، أركز هنا كده وأقوم فاتح البرجر لحد هنا كده، وأقوم عامل القوس ده. بعد كده أركز في التقاطع ده كده، أركز في التقاطع ده كده، وأفتح لحد هنا ومعامل القوس اللي هنا ده كده. تمام؟ بعد كده أقوم ماسح إيه الزيادة بتاعتي بالشكل ده كده 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 كده. تمام؟ ده كده هرسمه خط سنتر لاين من هنا لحد هنا. تمام؟ يبقى أنا كده رسمت ليه النص إليبس اللي هو نص إليبس اللي فوق. الجسم كله عرضه كام؟ 50. أقوم طالع بالخطوط دي 50، عندي من هنا كده أقوم طالع من هنا كده 50، خلينا نرسم خط عادي، أطلع من هنا كده 50 مايل بزاوية 30 وطول 50.
تمام. طيب في 50 تانية؟ لا مفيش 50 تانية. تعالى اطلع من هنا كده، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، التلاتة دول الخطوط بتاعتهم قد ايه؟ الخطوط بتاعتهم تعالى نحسبهم. انا معايا الجسم كله عرضه 50، المجرى هنا عرضه 30، يبقى الباقي 20، يبقى الجزء ده 10 والجزء ده 10. اقوم جاي من هنا كده طالع 10 10، ومن التانية دي كمان كده 10، ومن هنا كده 10، تمام. طيب بعدين عايز ادخل المجرى دي، ممكن اوصل دي بدي، دي بدي بدي كده، واوصل دي بدي تمام. بعد كده عايز ادخل المجرى دي، ادخل من هنا كده الدخلة دي قد ايه؟ بيقول لي 6. اقول اقلب المثلث بتاعي وارسم دي كده كام؟ 6. بعد كده اقوم ماشي مايل بزاوية 30، والطول هيبقى كام؟ عايز امشي الخط ده كده، يبقى الطول اللي هو كام؟ 30 بالمثلث مايل بزاوية 30 وطول 30 كده. بعد كده هطلع على بره الستة اللي انا دخلتها دي، بطلعها من الناحية التانية كده 6. بعد كده همشي الخط ده اللي هو كام؟ اللي هو ماشي كده اللي هو كام؟ اللي هو 10 اهي، اللي هو قد اللي هنا يعني، تمام. بعد كده هتلاقي نفسك بتوصل دي بدي كده خط مايل بزاوية 30، تمام. بعد كده تنزل الخطوط اللي هنا دي كده، اللي هي الخطوط دي هتبقى بتنزلها 30، هتيجي من هنا كده تنزل 30، وتيجي من هنا تنزل 30، هتيجي موصل دي بدي كده اهي. بعد كده تيجي طالع 10 كده اهي، كل ده بالمثلث 30 60 اهو، تمام، اللي هي العشرة دي. بعد كده تيجي طالع من هنا كده 10 اهي، وتيجي مقفل دي بدي كده، تمام. بعد كده يبقى انا كده رسمت اللي هنا ده. بعد كده عايز انزل الخط ده كده وموصل النهاية دي بالنهاية دي اللي هو اخر خط، تمام. بعد كده عايز انزل الخط ده، الخط ده موازي للخط ده زي ما عملناه في فيديو رقم 3 في المراجعة، هنعمله هنا. طيب تعمله ازاي عشان اللي متفرجش عليه؟ جايب كده مثلث وبالمسطرة، المثلث والمسطرة، جاي هنا كده ظابط المثلث بتاعك الوضع بتاعه بالشكل ده كده، تخليه على الخط ده كده. خلينا نلف كده، نلف خليه بالشكل ده كده، خليه كده أفضل. تمام، انت كده ظبطته هنا على اهو كده مظبوط هنا، خلينا نطلعه لفوق شوية اهو عشان نشوف المسطرة كده. انا ظبطت المثلث على الخط ده كده، اقوم جاي على المسطرة بقى واثبتها تحته، اثبتها تحته بالشكل ده، ظبطتها كده اهو، ثبتها تحته بالشكل ده كده، تمام، بحيث اللي هي المثلث هنا يتحرك على المسطرة. اطلعها لفوق شوية اهو، بحس ان المثلث ده كده اهو، المثلث ده كده يتحرك على المسطره كده، طالع نازل طالع نازل، اقوم انا محركه منزله كده منزله كده لحد ما يجي عند النقطه دي كده اهو. اول ما يجي عند النقطه دي كده اقوم ساحب بالقلم كده خط ينزل بالطويل كده لتحت، تمام. بعد كده اقوم ايه، خلاص اشيل القلم والمسطره مش عايزهم، ده خلاص مش عايزه، وانت كده ايه نزلت من الخط ده كده، تمام. تعالى ارسمه انا بقى بالبرنامج، هو ارسمه بالبرنامج، ارسم انزل بالخط من هنا كده موازي للخط اللي ايه الخط ده، تمام، وانزل بأي طول بس يكون طويل شوية، تمام. طيب هنزل لحد فين؟ البعد اللي معايا المعلوم اللي هو 45 من النقطة دي كده، أقوم جاي من النقطة دي وأقوم نازل 45 رأسي لتحت أهو، تمام. ال 45 دي أهو نهايتها، أقوم جاي بالمثلث 30 60 وأقوم واقف هنا كده، وأقوم آخد خط كده مايل بزاوية 30 لحد ما يقطع الخط اللي هو إيه اللي هو الخط المايل ده. نقطة التقاطع أقوم جاي، نقطة التقاطع أنا كده جبت النقطة دي، اقوم جاي من النقطة دي كده ساحب بزاوية 30 لهنا كده وبطول 30 اهو، تمام. اقوم موصلها، جيت لحد هنا ووصلها بقى ايه بالنقطة دي،
الخط ده هتلاقيه موازي للخط ده، وهتلاقيه موازي لهنا، وهتلاقيه موازي لهنا. امسح الزياده بتاعتك اللي هي دي كده، تمام كده. يبقى انا ايه ناقص لي ان انا اجي من هنا كده واخد خط ميل بزاويه 30 لحد ما يطعم الخط اللي هو ايه موازي للخط ده، تمام. يبقى انا كده خلصت وفنشت الجزء ده، ناقص لي بس خط ورا كده صغير من هنا كده ميل بزاويه 30 بالشكل ده كده اهو، اللي هو الخط الصغير اللي ورا ده، تمام. بعد كده الجزء اللي هنا ده خلينا ايه نرسمه دلوقتي، بس استنى نرسم النص دايره الاول بتاعي النص اسطوانه. انا رسمت الاليبس اللي قدام او نص الاليبس اللي قدام، عايز ننقل لورا، يعني اللي لورا بقى معايا. طيب انا كنت وقفت فين؟ وقفت هنا علشان اجيب القوس، القوس ده اقوم مرحل السنتر ده كده ونقطه البدايه ونقطه النهايه بمسافه كام؟ اللي هي الـ50. اقوم جاي كده بخط السنتر لاين، تمام. اخد من هنا كده بطول 50، تمام. ونقطة البداية اهي خدها بطول 50 خلاص هنا، ونقطة النهاية اهي بطول 50 اهي. طيب القوس التاني بالمرة كمان اخده 50، ده السنتر بتاعه اهو، اخده 50 عشان ايه اعمل قوسين مع بعض 50. يبقى ده السنتر الجديد. اجيب البرجل بقى بتاعي، اجيب البرجل ده كان السنتر القديم وده السنتر الجديد، او مراكز فيه وفتح لحد هنا كده او لحد هنا كده، تمام. اقوم عامل ايه ادي القوس اهو. بعد كده السنتر الجديد ده كنت عملت منه السنتر القوس ده، او فتح القوس السنتر الجديد اهو، او فتح لحد هنا كده، واقوم عامل القوس التاني بالشكل ده كده، تمام تمام طيب عايزين بقى ايه نعمل القطاع اللي هنا. لو هو كده، لو هي كده بس، لو هو طالب من غير القطاع دي ممكن يجي لك الاليبس الايزومتريك ما فيهوش القطاع اللي في الاسطوانه ده، اللي في الاسطوانه ده، تمام، اللي في نص الاسطوانه. يبقى تعمل ايه؟ تيجي جاي هنا عامل المقاس بتاعك بالشكل ده كده، جايب المسطره عاديه ما فيهاش اي حاجه كده، هيدي جاب المسطره دي كده وتقوم ظابطها هنا كده اهي، تمام، بحيث انها تكون مماس مع القوس الاول ومماس مع القوس الثاني، وتقوم ساحب الخط بتاعك من هنا كده اهو اهو كده لحد هنا كده. سامعني اهو؟ تمام كده اهو، تيجي تشيل المسطره خلاص، فانت كده رسمت الزياده ورسمت الخط اللي المماس ما بين القوس الاول والقوس الثاني، وتمسح الزياده بتاعتك. بس بما ان ديت في ممكن ايه ممكن نعملها، وهنبقى في خطوط زياده كمان معاك، تعال نعملها. هنا مش عارف يتمسح، مش تعال نعمل الخط بتاعنا. يبقى قلنا اللي هو مماس من ال دي ل دي، وعرفتك الطريقة بتاعته اهو خلاص. امسح الزيادة اللي هو الزياده دي، تمام. دي كده لو ايه لو هو طلب منك اسطوانه وتعمل الجزء اللي ورا ده مفيش مشكله فيه. طيب بما انه هو في طلب قطاع هنا، طيب القطاع هنا قد ايه؟ القطاع بعرض 20 وهنزل ل 8، 8 لتحت. طيب تنزل ال 8 منين؟ بص كده انت معاك هنا دي النقطه، ده الخط ده اعلى جزء في الاسطوانه، يبقى انت اللي هتنزل من عليه. بص لو كده جبت من على السنتر اهو، السنتر اهو اعلى جزء في الاسطوانه هي النقطه دي، يبقى انا همشي كده اعلى جزء في الايه في الايزومتريك عامه. يبقى انت هتيجي من هنا من النقطه دي كده، تعالى كده خد غير الخطوط خليه باللون ده كده، هاجي من هنا كده واقوم ماشي كام مسافه كام اللي هي، بص كده الجسم كله عرضه كام؟ 50. العرض المجرى 20، يبقى الباقي كام؟ 30. يبقى الجزء ده 15 والجزء ده 15، يبقى انا همشي 15 و20 35. هتيجي من هنا كده
بص كده انت ايه، انت من هنا كده اللي هو الرأسي بتاخد منه اللي هو الايه السنتر لاين ده، يعني تقاطع الرأسي مع الاليبس مع النص الاليبس بتاخد منه كده اهو مايل بزاوية 30، وطول كام اللي احنا كده حسبناه 35 اللي هي 15 و20 35. النقطة اللي انت تجيبها دي كده تقوم نازل منها كام؟ نازل منها رأسي لتحت 8 اللي هي النقطة دي كده، تمام؟ يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت اللي هو الايه الخط ده، جبت احداث الخط ده. اقوم جاي كده اخد منه كده خط يمين ميل بزاوية 30 واقوم مده الناحية التانية. طيب الخط ده يبقى طوله قد ايه؟ ده هتحسبها دلوقتي. طيب تحسبها ازاي؟ عايز اجيب القوس اللي هنا ده، القوس اللي هنا، ارسم القوس اللي هنا والتقاطع مع الخط ده، يبقى انا كده جبت نقطة النهاية. طيب يبقى انا عندي القوس ده كده والقوس ده كده، عايز استنتجهم، استنتج واحد على مسافة 15 وواحد على مسافة 35. يبقى السنتر بتاعي اللي انا كنت بجيب منه القوس ده اقوم مده مرة على 15 ومرة على 30، مرة 35. اقوم جاي كده من هنا كده ده السنتر اهو، اقوم اخد كده مرة 15 مرة 15 ومرة كام 35 اهو 35. تعال نرسم الاول 15، تعال نرسم 15 عشان ما ايه ما تخش الرسم ببعض. إيه انا رسمت هنا كده احنا نرسم الاول، على فكرة نرسم الاول كام، ممكن نرسم، تعال نرسم ال 15، افتح البرجل افتح البرجل، اركز في الجديد الاول، التقاطع ده حد هنا كده من هنا كده، وهتفتح كام بقى؟ ثواني، احنا كنا عايز تجيب سنتر جديد، تاخد من هنا كده من الخط ده كمان كده 15 من هنا كده، تيجي ماشي 15 عشان تجيب نقطة البداية اهو. يبقى انت معاك السنتر هنا ونقطة بداية اهي، اقوم جاي كده واقف سنتر وفتح لحد النقطة دي كده، واقوم عامل قوس اهو، اعمله بأي طول، اعمله بأي طول وتمسح الزيادة، تمام. بعد كده هتقوم ايه ماشي ال 35 بقى من هنا كده، ماشي ال 35 35 اهو، تمام، طلعت لحد هنا كده. افتح البرجل لحد فين بقى؟ هيبقى لحد، خد من هنا كده النقطة دي 35، هتلاقي لحد النقطة دي كده، لحد النقطة دي. يبقى انا هاجي بالبرجل، هفتح اركز هنا كده وافتح لحد هنا كده، واقوم نازل لحد فين؟ لحد ما تقطع الخط ده كده اهو، عدي كده قطعت خلاص، تمام. اول ما يخلص، اول ما تقطع امسح الزيادة، الزيادة هنا والزيادة هنا، تمام كده، تمام، مفيش مشكلة خالص. بعد كده عايز ارسم الخط ده، اقوم جاي من هنا كده بزاوية 30 واقوم لحد ما يقطع الخط ده كده، القوس اللي انت عملته، امسح الزيادة اهو، تمام. يبقى انا كده رسمت الجزء اللي هنا، عايز ارسم الجزء اللي ورا، الجزء اللي ورا من القوس ده، استنتاج القوس، القوس ده، القوس ده السنتر اهو، ونقطة البداية ونقطة النهاية. اقوم جاي من السنتر ده كده، خده وخليه باللون الاحمر، تعال نرسم باللون الاحمر. اقوم جاي من السنتر ده كده، خد مسافة كام؟ مسافة الاولى 15 عشان تجيب اللي هو الجزء اللي هنا ده كده 15، يبقى اجي من هنا كده 15 15 اهو، اقوم فتح البرجر بقى، اقوم جاي البرجر، تعالى هات اللون الاسود، تيجي بالبرجر تركز هنا كده وتقوم فتح لحد هنا كده، وتيجي عامل القوس، القوس بالشكل ده كده، تمام. بعد كده تيجي رايح ماشي المسافة بقى التاني عشان تجيب القوس اللي بعده، تمشي كام؟ تمشي 35 اللي هي 15 و20، تيجي هنا كده من السنتر ده كده، تيجي ماشي كده كام؟ 35 المرة دي، ادي السنتر الجديد، هتقوم باللون الاسود كده، تيجي فتح البرجل، تركز، تجيب البرجل تركز هنا كده وتفتح لحد هنا، وتيجي عامل ايه قوس بالشكل ده كده، تمام. امسح بقى الخط الزيادة، امسح الخط الزيادة ده كده،
والخط ده خلاص تحول الخطوط دي كده خليها ايه سنتر لاين، خلي الخط ده كده ده سنتر لاين وده سنتر لاين، ده كده ده سنتر لاين وده سنتر لاين، ده كده خط اسود اللي هو ده كده تمام. يبقى احنا كده ايه ده طبعا خط سنتر لاين اللي هو اللي فوق ده تمام، ده كمان خط سنتر لاين، ده كده ده كده ملوش لازمة تمام. يبقى احنا كده ايه رسمنا الاسطوانة وقطعنا الجزء بتاعنا، فاضل الجزء اللي ورا ده، الجزء اللي ورا ده، الجزء ده قد ايه؟ ممكن نرسم كده خط مايل بزاوية 30 وطول 50، 50 اهو. يبقى انا كده جبت النهاية بتاعته، اقوم ماشي كده بزاوية 30 لحد ما يقطع اهو، لحد ما يقطع ده كده تمام. الجزء ده متقسم لداخل كده المسافة دي 10 وراح داخل، وجاي من الاخر 10 وراح داخل. يبقى اجي من هنا كده امشي كده 10 10، واقوم داخل كده اهو لحد ما يقطع الجسم ده تمام، واقوم جاي من هنا كده 10، واقوم داخل لحد ما يقطع الجسم ده كده بزاوية 30 اهو تمام. وبعد كده تمسح اللي في النص ده وده وده كده تمام، تيجي من الاخر من هنا كده تيجي نازل رأسي لتحت تمام. يبقى انت كده ايه رسمت الايزومتريك بتاعك تمام، كده رسمنا الايزومتريك مفيش اي فيه خطوط ناقصه تمام كده تمام، كله كومبليت زي الفل ماشي. الخطوط اللي في النص ديت خطوط خفيفه ان شاء الله. ده كده خلاص الفيديو انتهى، ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات القادمه، تبقى التمارين اللي تطلبوها مني باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.